بس التلفزيون المصري ولا قناة كانت بتذيع اللي بيحصل. أول حاجة قلت لهم كانوا كاتبين معن لإسقاط مصر. لإسقاط مصر؟ آه معن لإسقاط مصر. مش النظام؟ اللي على الـ على الـ على النت على الصفحة بتاعتهم. مين عمل كده؟ الجزيرة. أول ما دخلت مع المذيع مداخلة مع المذيع قلت له بس أنا عايزة قبل ما أتكلم معاك عايزة تفسير. قال مدام في ناس دخلوا اخترقوا وحطوا الجملة دي عشان يعرفوا الناس ان احنا بنحارب. بل بالعكس انا شخصيا شايفة ان يعني القنوات احنا متعرفة ان احنا ما عندناش ارشيف للثورة. ايه؟ ارشيف للثورة المصرية. مفيش ارشيف لان مفيش مخبرين اوامر مبدئيا. اللي من الثوار اللي كان بيدخل لهم من التلفزيون المصري كان بيتضرب وبيطرد بره. كانوا ثوار بيطردوا الاعلام مش عاوزين التلفزيون المصري يصور لانه ما بيجيبش الحقيقه مش جايب غير امتداد. اذا لم تؤرخ بالصوره ما لا احنا ارشفنا عند الجزيره وعند العربيه بس. فدي لن تبع النقطه ما حد يعني عارفه. انا لو حبيت اعمل اغنيه دلوقتي هروح اجيب ارشيف من الجزيره عشان احط صور لل. طب قلت انه انت ما عملت اغنيه ولما نزلت شاركتي بالتظاهرات طبعا حتكون مشاركه رمزيه لانه فنانه وعندك ثلاث اولاد مش حتقدر تعدي بالشارع مثل الاكثريه الساحقه من الشعب المصري. كانت مشاركته رمزيه بس ما عملت غنية. ليه حبيت اني لما اعمل اغنيه ان انا اغير حاجه يعني كل اللي عمل اغنيه. انا شايفه اني انجح اغنيه اتغنت للثوره هي يا بلادي اللي غناها رامي جمال وحد تاني ملحن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. الجمله دي بتاعت بليغ حمدي هم خدوها حطوها وكملوا عملوا اتنين كوبليه. الاغنيه دي اكتر اغنيه نجحت في الثوره شفتها. وكمان اغنيه ازاي بتاعت محمد منير. محمد منير عجبني انه انك لوهله ممكن تتخيل انه بيغني لوحده مش لمصر. انا حبيت ان لما غني برضو غنوه لمصر بعد الثوره ان اغني للكيان ده الغنوه اللي هي تكون سينيه على مستوى الوطن العربي مش بس مصر. يعني شوف كيف بحبك يا لبنان. مفيش فنان ما غناهاش لانها سنيه غنوه سنيه. ما ينفعش مطربين عرب ما يغنوهاش. انا حابه اغني النص بس الغنوه اللي تطلع اللي تطلع. مين هيقدر يعمل الكلمات بقى؟ والله انا كلمت استاذ عبد الرحمن العبنودي وكنت عاوزه اروح له لان انا محتاجه ناس عارفه التراب بتاع مصر ده لما تمسكيته في روكيه كده بي 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 بيطلع ينزلك عبد الحليم وام كلثوم وعبد الرحمن العبنودي. في ناس كده ليهم علاقه بالتراب بتاع مصر. فانا كمان عايزه اروح مش بس يعني انا خلي عينك على الجرس.